أحد الإخوة يقول: هل تجب الصلاة مع الجماعة في المسجد لمن يعيش في الغرب، علما أن المسجد يبعد عني قرابة 4 أميال بالسيارة؟ لا تجب عليك صلاة الجماعة إذا بلغت هذه المسافة. إذا بلغ بعد المسجد عنك هذه المسافة فإنها لا تجب عليك، إن ذهبت فلك أجر، وإن لم تذهب فأنت معذور. نعم.